عليكم ورحمة الله. আমার নাম ইস্তিয়াক আহমেদ রাহাত। আমার আব্বুর নাম কাজী ইমামুল হক। আমি সূরা ইউসুফের এক নম্বর আয়াত থেকে ছয় নম্বর আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করব। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيقيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم.